السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ثورة تشرين تقابل بقمع حكومة ميليشياوية. تمر الأيام على ثورة تشرين ويستمر فيها صمود الثوار المتظاهرين بسلمية أبهرت الجميع، لكن في المقابل تستمر سلطة المنطقة الخضراء بتحشيد قواتها وميليشياتها ودفعهم لقمع هذه الثورة وقتل ثوارها. في الأسبوع الماضي شهد العراق عمليات حرق لخيام المعتصمين في محافظات العراق المنتفضة، وكذلك شهدت ساحات التظاهر انسحاب جزء من المتظاهرين الذين تم الضغط عليهم من مقتدى الصدر وميليشياته بهدف إيصال رسالة إلى أنصار الصدر أنهم ثقلوا الثورة. لكن العراقيين أثبتوا عكس ذلك وتوافدوا إلى ساحات الاعتصام والتحرير في كل المحافظات العراقية بمئات الآلاف من المتظاهرين الذين ملأوا الساحات وردوا على كل مشكك بحقيقة وقوة هذه الثورة. هنا مشاهدينا الكرام نطرح عدة أسئلة: ألا يعد القمع الحكومي المستمر للمتظاهرين إثباتا لحقيقة ضعف النظام في العراق وبداية سقوطه؟ هل يعتقد سياسيو المنطقة الخضراء أنهم سيفلتون من العقاب على ما اقترفوه ضد الشعب العراقي من انتهاكات طيلة السنوات الماضية؟ ولماذا لا تزال الأمم المتحدة تراقب الوضع دون أن تتدخل رغم مناشدات العراقيين لها لمساعدتهم في استعادة وطنهم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، ولكن بداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. لو كان يراد استخدام قواعد الاشتباك معها لاختلف الأمر، لكن هذول أبنائنا وإحنا حريصين وحريصين أن الأوضاع لا تزداد تصعيد. مشاهدينا الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. معنا أول اتصال، السيد عبد الرحمن من بغداد، تفضل يا عبد الرحمن. أخويا بلا زحمة عليك، ممكن سؤال؟ سؤال لجميع العراقيين. تفضل. هسه يقولون مقتدى صدر وطني ما وطني، من قتل أهل السنة في 2006 و2007 و2005؟ أليس جيش المهدي؟ طيب ايش وقت يعني مقتدى الصدر صار وطني وهسه الناس تدافع عن مقتدى الصدر وتقول مقتدى الصدر وما مقتدى الصدر؟ منو اللي دافع عنا غير انصاره يا عبد الرحمن؟ منو اللي دافع عنا غير انصاره؟ هواي اقوى حتى من اهل السنه يدافعون على مقتدى الصدر. عبد الرحمن اعتقد يا سيد عبد الرحمن انه بعد اللي صار خلال الأسبوع الماضي وسحب إجبار أنصار على الانسحاب من ساحات التظاهر بالتهديد، جاء العراقيون بكلمتهم وملأوا الساحات، وهي أكبر رسالة أنه مقتدى الصدر لا يمثل شيء في العراق، لأنه الكلمة هي كلمة الشعب. يعني هذا أعتقد الأمور اللي تفضلت بها هي نسبية لا تقارن بالحجم العام للشعب العراقي وصوته. أعتقد يعني هذا الكلام هو واضح كان خلال الأيام الماضية. أخويا مقتدى الصدر من بداية أول ما دخلوا للعراق، دخلت الأمريكان، دخلت العراق، جابت هاي الزمرة يعني النكسة القذرة الطائفية. هو مقتدى الصدر ضد العراق. هم كانوا ضد العراق، وإيش وقت يعني صار ويا العراق؟ وهاي مقتدى الصدر تربى بإيران.
ترد على ايد فرس مجوس. طيب وهسه هم يطالبون، هم دا يطالبون بخروج القوات الامريكيه، مو ويا القوات الامريكيه ولا شيء، بس اذا خرجت القوات الامريكيه هم يقعون في مازق. نعم. هم يكونون في مازق وليس الشعب العراقي في مازق. نعم. لان ما تبقى لهم اي ارض في العراق. نعم. سيد عبد الرحمن من بغداد، أنا أشكرك للمشاركة وإبداء رأيك. طبعا مشاهدينا الكرام، نستعرض سريعا الأحداث التي جرت خلال الأسبوع الذي مضى. نبدأها بأقرب الأحداث، وهو إصدار سفراء 16 دولة في العراق بيانا مشتركا أدانوا فيه قمع القوات الحكومية والميليشيات للمتظاهرين. طبعا الدول هي كندا وكرواتيا وتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أدانوا فيه ورفضوا ما تقوم به القوات الحكومية وكذلك الميليشيات ضد المتظاهرين في العراق. جاء في البيان نصا وباختصار شديد: السفراء يدينون الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين بعد أو منذ 24 من يناير كانون الثاني، ومن ضمنهم متظاهرو بغداد وذي قار والبصرة. أيضا جاء في البيان أنه رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة، فإن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عديد من المتظاهرين، في حين يتعرض بعض المحتجين للترويع والاختطاف. السفراء أيضا دعوا الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي، وضمان إجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة والآلاف من المحتجين، آلاف الجرحى من المحتجين منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول. هذا كان بيان سفراء 16 دولة أدانوا فيه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها القوات الحكومية في العراق والميليشيات، وسنتحدث بعد قليل عن تفاصيل أخرى وتناقض من قبل تصريحات الحكومة والقوات الحكومية في العراق. من معنا الآن؟ سجى من واسط، تفضلي يا سيدة سجى. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أقول لك عيني سيد مقتدى ويانا علينا. انت شو يعني تشوفين؟ يعني يصير هيك يوم، يعني شو هي؟ انا اشوفه مو ويانا، هو عميل ايراني. يعني شنو؟ روح روح تعال، روح روح تعال تعال، وشنو هو لعب جهاز؟ يعني سيدي لابستك امامه وينك مني، عيب ترى هذا احتمال مزعطه. نعم. تسحب المظاهرات بكيفك، تسوي مظاهرات بكيفك، عيب. استحوا شويه عملاء، انتوا ايرانيين، انتوا منين اجيتوا؟ منين لو باقين على صدام اشرف منه؟ سجى اللي شفتيه بالأيام اللي مضت، ألا يثبت قوة المتظاهرين وأنهم هم فعلا هم الذين يمثلون التظاهرات وليست هاي المليونيات اللي دعا لها المقتدى؟ هم الدولة هسه حاليا غير المتظاهرين، هم الدولة الكبرى، هم السلطة الأكبر. نعم. غصبا على كل حاقد وكل عميل إيراني، هم السلطة الأكبر. كل شيء يقدرون يسوون، كل شيء. يعني شنو هو يجيب لك نفسه من فوق الجسر ما يقدر يطوب المفخخ للخضراء؟ يعني احنا ما نريد نسير بهذا الاتجاه يا سجى، ما نريد نسير بهذا الاتجاه. العنف ليس خيار، العنف يولد عنف، وطبعا ستستغل السلطه. سؤال يا سجى، تعتقدين نرجع ونقول العنف ليس مطروحا الان من قبل المتظاهرين. سؤال يا سيده سجى، تعتقدين انه اللي موجودين بالسلطة الآن السياسيين يعتقدون نفسهم أن هم ما راح يتحاسبون، ما راح يتعاقبون على الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبوها ضد الشعب؟ لا، خايفين يتحاسبون، وخايفين هسه هم حاليا خايفين. ليش ما يطلعون؟ ليش ما يطلعون للعالم؟ ليش ما يطلعون للمظاهرين؟ ليش؟ يخافون، طبعا يخافون. نعم. شنو هم أصلا؟ هم ذيول، هم ذيول الإيران. شنو شهايدهم؟ انطيني هسه شنو شهايدهم؟ يحكي لك هو عادل عبد المهدي ما يحكي ويا ترامب إلا يخلي له مترجم يمه. شرفك هذا وزير رئيس هذا؟ نعم. هذا رئيس يخلي له مترجم يمه ويكتب لك لأربع أوراق خمسة أوراق ويضل ساعة بهم يحكي؟ وزير يش هذا؟ رئيس يش هذا؟
يعني شوف شخصية ترامب قد حلوة، كلمتين اختصار له إذا عنده اجتماع أو عنده كلمة يريد يلقيها يحكي له كلمتين. إحنا يطلع لنا عادل عبد المهدي لا شخصية لا أدب سياسي. المقارنة المقارنة سياسية. مستحيلة المقارنة هنا مستحيلة طبعا. مستحيلة يعني إي والله مستحيلة ماكو أي طيب. يعني مقارنة غير أن نرسمها للقاع. شنو هاي إحنا منين يجون هذول الوزراء؟ حتى شخصية ما عندهم أقدام. يعني تريد لك هسه تريد لك هسه رئيس دي حد ماكو قدام. شنو هاي جهال؟ والله نعد جهال. شكرا يا سجا وضحت الفكره. شكرا لك كنتي معنا من واسط. معنا السيد امير من كركوك، تفضل يا امير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقدر اشارك في البرنامج؟ نعم تفضل حياك الله. كل المستمعين الكرام اهلا وسهلا. استاذي وين السفره؟ هم قاتلوا ثورة المية كانت فعملوها القناة بالقتل صوب إرهاب. أمير 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 أنا بس أعتذر منك، غير مكانك إذا تقدر لأن صوتك يتقطع. نعم حاول إذا بالإمكان تغير مكانك شوية، ممكن الشبكة تكون أفضل. نعم نعم غير مكان. نعم تفضل يا أمير. أوكي تفضل يا أمير. أستاذي من البداية ما كان عندهم نية 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 حسنة وهي الشعب العراقي. من دخلوا العراق؟ حاطين على الشعب العراقي كل شخصية بهم مو شخصية. أمير أنا أعتذر منك يا أمير أمير عاود 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 الاتصال بنا مرة أخرى يا أمير. حاول تغير ربما الرقم اللي خبرت عليه، حاول تختار رقم آخر أو تغير مكانك، صوتك متقطع غير واضح. شكرا لك يا أمير. من معنا الآن؟ السيد سعدون من بغداد، تفضل يا سعدون. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتحدث معك إعلامي وناشط مدني. أهلا وسهلا. شاركت بالمظاهرة من 11 وإلى يومنا هذا. نعم تفضل. نعم إحنا مرينا بأيام عصيبة ومجاهدات وناس ركبت الموجة وظروف كل الصعبة عشناها. نعم يعني ما تقدر نحكي لك كأفراد اللي صار ويانا واللي مرنا به. نعم بس اللي يصير حاليا يجي شخص يركب الموجة من جهة مجهولة يبث اسم أو يشرع اسم، يعني احنا بنتعرض لمضايقات يعني ما حد يعيشها، معاناتنا الحقيقية ما حد ينقلها. نعم بنقتل ونذبح ونهجر ومشخصين مظاهرات على انه المظاهرات فقط اشياء. لمن تتهمون يا لمن تتهمون يا سعدون وانتم المتظاهرون؟ نعم الاحزاب السياسية بين قوسين الاحزاب السياسية فقط. نعم احنا اللي هل اكو استثناء لهاي الاحزاب؟ نعم اكو استثناء عندكم ولا كل الاحزاب متهمة من وجهة نظركم؟ حبيبي انا بدي احكي وياك. احنا يعني مظلومين، يعني كاحنا نشطاء مدنيين. انا بدي احكي لك بهاي المسمات انه فقط المظاهرات الشيعيه وهاي. لا انا بدي احكي وياك، انا رجال سني واحنا اغلبيه من العظميه ومن الغزاليه ومن الانبارده يجون. اختفت هاي المصطلحات خلص، يعني هاي بعد ما لها قيمه والتظاهرات وحدت الجميع. لا حتى على المنابر مالتنا هم يقولون مظاهرات شيعيه، يحكي على المنبر منبر الحنيفه العظميه بالعظميه سماها مخطط هذا الكلام يا عزيزي، موجود المقطع الفيديو. يعني احنا ما يصير يشتثون بهاي الطريقه. لا تقول لي اختفت هاي المسميات، هذا وقع حال. يعني احنا مظلومين، يعني سرقه حقوقنا. احنا نحكي قاعد احكي وياك، انا ممثل المكون، انا بساحه التحرير موجودين وان حقوق ولازم احكي وياك حتى يوصل صوتي. يعني انا لا ما تظل ساكتين ومسميه فقط الطرف واحد. لا المكونات موجوده، احنا من كل فئات المجتمع موجودين ودنا الضرر. يعني الضرر الكبير انه ده تسرق، يعني واضح النهار تعبنا دي يسرق يجيبوننا فلان وفلان يرشحون فلان وحتى اكو تاثير داخلي تصير عندنا على المنصات واجيبوا فلان ودي فلان. يعني احنا كمتظاهرين حقيقيين نريد ماذا يصير؟ احنا نريد تبديل منظومه سياسيه كامله. مو اشخاص مو تدوير. هذا اللي مطلوب واللي نريده احنا من خلال منبركم الناشد، يعني الدول العربيه انه يسمعون صوتنا، انه ينتبهون انه الشعب يبات، انه ينتبهون انه مواطنين بيقتلون وضح النهار. ليش احنا لما مواطن لما اعتداء صغير نطلع مظاهرات واحنا لنا مواقف في الدول العربيه وده نطلع ومن السبعينات من العشرينات الى يومنا هذا لنا مواقف؟ يعني الجندي العراقي مدفون في كل الدول العربيه،
ليش الدول العربيه تنديد يا شعب العربي ما حد ندد؟ ليش احنا يعني حرام؟ ليش يدخلونا نستحقر نفسنا احنا كعراقيين؟ ليش هذا يعني احنا بالمصطلح العام يقول مغلس؟ ليش الدول العربيه الشعب العربي ما احكي كحكومات كشعب عربي ليش ما طلعوا مظاهره تنديد استنكار موقف؟ نعم احنا هذا اللي يعني هذا التساؤل يعني سعدون. انا كلامك طبعا سليم، ولكن بس يعني اضيف لك شغله، او عفوا يعني اعدل شيء بسيط باللي ذكرته، هو شيء بسيط جدا. تفضلت حضرتك في البدايه قلت انه هوايد يركبون الموجه، لا هذا كلام غير صحيح، يحاولون يركبون الموجه لكنهم لم يستطيعوا، وامثله كثيره واخرها هو مقتدى الصدر. حاول هو وغيره من السياسيين من قاده احزاب انه يركبون موجه التظاهرات، لكن صمود الثوار والمتظاهرين هو اللي خلى هاي العمليات يعني تبوء بالفشل، لا تنجح، لم يستطع أحد حتى اللحظة أن يركب الموجة، وإلا لو لا سمح الله أحد ركب الموجة لما كان شفنا هذا الإصرار والصمود اللي موجود في ساحات التظاهر. سادي العزيز كلامك جيد وصعب 100%، بس أنا اللي أقول لك محاولات، وأكون من ركب فسقط القناعة، ما أريد نسمي الأسماء بنسميها، يعني أكون من ركب الموجة ومشيت الأمور وياه بس سقط القناعة وكشفت الأمور. هسه رجعت المظاهرة إلى حقيقتها، من تشرين إلى تشرين، من 20 إلى 25 إلى 25 بينت الوجوه ورجعت الناس هسه ورجع الزخم والطلاب، وإحنا كحركة طلابية أنا تحكي ناشط مدني وإعلامي وطالب. احنا اللي بيسوي الزخم حاليا الطلاب، هسه نقود الطلاب ونطب لساحات التظاهر، احنا اللي نريد انتم كاعلاميين وجه نداء. احنا هذا صوت يريد يوصل الى الدول العربيه الى الشباب العربي. ليش اخوك ده يقتل العراقي ده يقتل؟ ماكو صوت، ماكو صوت، احنا متى نسمع صوت العرب؟ ليش احنا نثور لما يقتل واحد من العرب ونتظاهر وإن مواقف يعني احنا عايشينه ظاهرنا ونددنا وش اسمه؟ ليش احنا هاي حزه بقلوبنا للشعب العربي؟ وتحياتي إلى شكرا لك يا سعدون، كنت معنا من بغداد، أتمنى رسالتك تكون وصلت إلى الشعوب العربية. هذه مناشدة من مواطن عراقي متظاهر إلى إخوانه العرب، يطلب المؤازرة ويطلب الدعم بالموقف، حق مشروع لأبناء أمة واحدة، يعني هذا شعار، وهذه رسالة من مواطن عراقي يعاني، متظاهر عراقي خرج يطالب بحق مشروع ويقابل بقمع مفرط من القوات الحكومية، من حكومة وميليشيات. أبو ياسين من ديالة تفضل. حياك الله يا محمد. أهلا وسهلا سيد أبو ياسين. نعم محمد، هو هذا القمع الحكومة وضعفه وهزيمته إن شاء الله. إن شاء الله هاي الحكومة. بس أريد أجاوب أخويا عبد الرحمن من بغداد، أقول له ثق بالله، هم كلهم كانوا يرانون بالكتل الكبرى اللي عبالهم كانوا تاخذين عنا بالجنوب. يا اخي كلنا سمعنا اشاعات عن الجبل قالوا المقتدى وقال المقتدى، اخي فيلم معروض مو اليوم. هو اليوم بال 2011 اذا تذكروه شيء شباب، هو انتهم المهله مال 100 يوم والناس خطيت 25 شباب ما تمينا له، واليوم هذا الشعب كله من يسمنا هسه اليوم كله صحيح بحر كله من جنس وعمره من قال له يراسس وحياته. هذا هو هذا تقييم الابطال الاحرار الشرفاء، وان شاء الله هذه ثوره ان شاء الله الا بالنصر، ولكن هم يردون ايران والحكومه اللي ببغداد يردون يدخلون العراق سوريا ثانيه، بس ولكن هذه هيئات تبقى عندنا الجنوب ان شاء الله، هم دول الثمره اللي كسبناها وان شاء الله تنجح هذه الثوره في دوله ايران مقتدى وغير مقتدى. وهذه الاطفال الثائرين من داخل اخوكم من ديال اقول لكم هاي رمسه طيرتوا مقتدى وامثاله، واذا انتم أنا تصورون المرجعيه هاي لازم تصورون مرجعيه حق لسان العراق، ما تتفق ويا الشعب العراقي، لو صحيح هي والشعب العراقي على هاي شو هذا الجر ساعات التحرير ساعات الانتفاضات وقد تتوقعون ترى هذا بس بالاعلام يتحدثون لصالحكم. اول اخضر الحكومه من المرجعيه ما ترى هذا القمع والقتل، هذا بس اسمعني هالكلام الواحد، هم عندهم لنا سبعه سابق الوطني، ولكن بالله الشعب ما راح يلحق يصرح قدام، ولكن راح يلحقهم بالشوارع. نعم يا ابو ياسين، وضحت الفكره يا ابو ياسين، وضحت الفكره، شكرا لك. معنا السيد مصعب من بغداد، تفضل يا مصعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ حياك الله، اهلا وسهلا. استاذي بس اريد اسال سؤال. تفضل. اكو دوله تدار عبر الفيسبوك؟ ماكو دوله بالعالم كلها تدار عبر الفيسبوك. صحيح.
مقتدى نزل لي منشور على الفيسبوك، عادل عبد المهدي نزل منشور على الفيسبوك، حيدر العبادي المالكي، ماكو هيج دولة. ترامب ينزل لأن هو قائد دولة عظيمة، أنتوا شنو؟ نعم. ليش تشبهون نفسكم بي؟ نعم. وين وصلتوا أنتوا إلى وين؟ أوصلوا ربع أمريكا وبعدين نزلوا مثل ما هو ينزل. بالآخر تصريح العبد المهدي يا مصعب يقول اللي يستدون الطرق، اللي يقطعون الطرق حاليا بالعراق ذولا لا متظاهرين ولا سلميين، ذولا مجموعة من المخربين ومجموعة من غير المنضبطين. يعني هذا الكلام طلع من شخص كان يوصف الناس يقول هاي مطالب مشروعة وتظاهر سلمي حق مشروع، وإحنا ندعمهم وإحنا وياهم ونتبع أسلوب ضبط النفس بالتعامل وياهم. طيب أكثر من 600 شهيد يسقطون على يد قواته وعلى يد الميليشيات اللي مدعومة من هاي القوات، ويقول إنه المتظاهرين هم الغير سلميين وغير منضبطين. يعني شلون هو شافهم غير سلميين؟ يعني هم طالعين بساحة التحرير ويقولون يابا إحنا سلمية، ليل نهار يقولون سلمية. يعني شو يسوون؟ شو لا ضربوكم طلقة، لا شالوا عليكم سلاح، لا هددوكم، لا سووا لكم شيء، كل الضرب يطلع من عندهم. زين يقولون الطرف الثالث، أنا بارحة شفت صورة واحد برتبة مقدم واقف والطرف الثالث قدامه ده يضرب. زين أنت الرتبة العسكرية مالتك وينها؟ يعني أنت أنت بهاي رتبتك ما تقدر تمنع واحد يضرب ابن بلدك؟ أنتوا يا ديشنا ليش هيش ساكتين؟ ليش هيش ساكتين عن اللي ده يصير هذا؟ وأوجه رسالة هم أخيرة الكل السياسيين العراقيين اللي خايفين دا يجيهم صاروخ، هم ما تعدوا القيمة المادية للصاروخ اللي ضرب سليماني، فهم لا يخافون. من يتعدون القيمة المادية للصاروخ يضربوهم، بس هم دول كلهم سرسرية ولا واحد بيهم متعدى القيمة. ولا واحد متعدى القيمة. شكرا لكم. شكرا جزيلا يا مصعب، كنت معنا من بغداد. معنا أسماء من ديالة، تفضلي يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولكل قاعدة القناة. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة شاركت وياكم. طبعا أستاذ محمد. نعم. بالنسبة أنا أولا أدعونا الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ المتظاهرين كلهم. ومعلومة جديدة لكم. طبعا أنا إحنا مناضلين أستاذ محمد، تعرف مرات عديدة كنا من البرنامج إحنا ناضحين من ديالة سليمانية. طبعا أستاذ محمد إحنا ووضعنا مأساة جدا. نعم. وأنا إحنا يعني وأنا أعرف اللغة الكردية، التقيت بالأخوة المواطنين. نعم. سليمانية طبعا راح قالوا إحنا هم راح نسمح بالظاهرة. نعم. مثل أهالي بغداد. معنا سيد، فقدنا الاتصال طبعا مع سيد أسماء، معذرة منها من المصدر. معنا أبو أمير من بابل. أبو أمير تفضل. أبو أمير موجود؟ سيد أبو أمير من بابل. طيب معنا سيد علي من بغداد، تفضل يا علي. علي موجود؟ فقدنا الاتصال. طيب مشاهدينا الكرام، ذكرت لكم قبل قليل البيان الذي صدر عن سفراء 16 دولة في العراق، الذي أدانوا فيه القمع الحكومي والميليشياوي الذي يتعرض له المتظاهرون على يد طبعا القوات الحكومية والميليشيات. منظمة العفو الدولية اتهمت القوات الحكومية باستئناف حملتها للعنف المميت بحق المتظاهرين السلميين. طبعا برهم صالح ماذا يقول؟ رئيس الجمهورية المفروض يعني، يقول أنه أكثر من 600 متظاهر قتلوا في أعمال عنف ارتكبها خارجون عن القانون، هكذا وصفهم. والجيش بالعراق اللي هو المفروض يحمي الشعب ويحمي الناس ويحمي الوطن، شو يقول؟ يقول مندسين قاموا بقتل المتظاهرين ويحاولون يلصقون التهمة بالقوات الأمنية. يعني دول العالم والعراقيين وكل شعوب الأرض ترى بأن الحكومة هي اللي تقمع العراقيين داخل العراق وتدعم ميليشيات حتى تقمع العراقيين، وبرهم صالح اللي هو رئيس المفروض رئيس الجمهورية المفروض اللي هو اللي يقول لنا الأخبار الصريحة، لا يقول لك مجموعة من المندسين. وطبعا الجيش لا يعتب عليه لأنه جيش شكله
الاحتلال وجيش عبارة عن مجموعة من الميليشيات الدمج. عندما يقول عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش نحن نحمي عملية سياسية، لا يرتجى خيرا من هكذا الجيش، ويقول مجموعة من المندسين. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد صدام من الديوانيه، تفضل يا صدام. صدام اخويا بس حبيت اشارك انا بالبرنامج، انا من ساحه التظاهرات من ساحه الساعه من الديوانيه. نعم تفضل. نعم بس احب اخو قبل اخ من بغداد قال لك احنا سنه وما ادري شنو، احنا ماكو هاي الامور انتهت وان شاء الله العراق واحد. صحيح. ومساله السنه والشيعه ما هو عندنا كل فرق هو العراق واحد وهاي لعبه. صدام لعبة رادوها. نعم بس اقول لك شغله، الرجال اللي خابرنا من بغداد قال انا سني صحيح بس هذا الموضوع خلص، قال هذا الموضوع انتهى، قال هذا الموضوع انتهى، اللي نزلوا بالشارع كلهم عراقيين هيك قال. اسمع مني ابن عم، اسمع مني، انا صدام شيعي من هالديوان حاجيك، حذاء سنه العراق تزورات المالك وهذا العامل عدي. نعم ماكو عندنا بعد، وانت وانكشفت. صحيح صحيح. واحنا واحد، واطلب منك توضحون شيء برامجكم بس شغله اخوي، اريد خدمه منكم يعني. تفضل. مساله هاي طالعين بيها مال الاقليم السني، وهاي ترى هاي تخدم الذولة هذه العامل وما يخدمون هاي الامور ترى. صحيح. هاي ضدنا احنا المتظاهرين هاي. نعم. فيا ريت يعني برامجكم تكون توضح هاي الامور، لان ما انكشفت. نعم. اللعبه والعراق واحد، ما عندنا بعد هاي الامور. صحيح صحيح. وشك بالله هاي المؤامرات، ترى اكو قسم من السنه مثل ما سياسيين الشيعه عملاء، ترى اكو قسم من سياسيين السنه عملاء. شوف يا سيد صدام، اللي تفضلت بيه طبعا اللي تفضلت بيه كله كلام سليم، اللي موجودين. نعم. اللي ينحسبون او يحسبون نفسهم على طائفه معينه. ايه. ما الذي قدموه؟ ايش. نعم. قدموا للشعب سواء سنه او شيعه، ايش قدموا للعراقيين؟ استاذ العزيز هاي مؤامرة ثانية، كيف ساعي طلعونا بلعبة. نعم. يبدون يفشون مظاهراتنا الوطنية العراقية. نعم. بس هم هدفهم يفشلون، يحركون عندهم أركان، يحركون مرة جماعتهم. نعم. الشيعة السياسيين أقصد. نعم. عندهم قسم ضعيف طبعا من السنة السياسيين أقصد. نعم. طلعوا له ما يحركوا شغلة الأقاليم، استقبلها هاي شغلة الأقاليم. صحيح. مؤامرة حال مؤامرات المالكي والعامري. صحيح. فالساد العزيز يا ريت بإعلانكم، انتم مسموع عندنا هنا، قناتكم قناه نعتبرها قناه مجاهده وقناه مثلنا احنا الشيعة والسنة، وماكو هذه نتشرف بها. تنوهون علي المصدر لان هاي اقول لك ابن عمي. نعم. تنوهون لان انتم اذا هسه انت اليوم انا هسه من انتقد المالكي اثر اكثر ما يجي واحد من بلده ينتقد، تعرف هاي الشغلات. نعم. من تنقدون هاي شغله الاقاليم قناتكم تنسمع اكثر من ما بقنواتنا احنا الباقيه، فاهمني ابن عمي؟ نعم نعم نعم. قناتكم متنهون عن هاي الامور افضل من غير قنوات، يعني اريد لان هاي. نعم. مؤامره ترى قويه كلش، انت يعني شغله الاقاليم احنا النادي بالعراق، انت تطلعون شغله الاقاليم هاي. هاي مو تخدم المالك والعامل، تخدمهم دولة. صحيح. يعني احنا بنسال انه ليش كل ما تصير. ايه. مشكله بالعراق يطلعون بسالفه الاقاليم، مره كل ما تصير يصير حدث يطلعون كل فتره يطلعون محاوله كل شيء، يردون يتخلصون من المظاهرات باي وسيله. نعم. فكل وسيله تفشل عندهم يطلعون بالثانيه. نعم. وبالمناسبه اقول لك هسه سياسيين السنه انا هسه ابرئهم، لان هاي طلع بها عبد العزيز الحكيم، هاي سياسيين الشيعه بدوا بها هاي السنه السيئه. نعم. فقسما بالله العظيم العراق واحد، والسنه والشيعه اقوى سنه وشيعه بالعالم، سنه وشيعه العراق. صحيح. وهاي وآلاف السنة انقتلوا، وراح لسنا شخص قال لهم دولة الشيعة قتلوكم على مدى الحكم. صحيح. وآلاف الشيعة انقتلوا، وجونا ناس يقولون دولة السنة انتقاما لحزب البعث، وهاي انكشفت وبعد ما تمشي وعلق واحد.
نعم. شكرا جزيلا لك يا صدام، وضحت الفكرة والرسالة وصلت، وإن شاء الله نحن دائما مواكبون لكل هذه التطورات اللي تصير بالعراق، ودائما إن شاء الله بضيوفنا ناصحونا ومرشدونا لمن لا يعي قضية معينة تحدث في العراق. هناك لدينا الحمد لله من المحللين ومن الضيوف القادرين على توعية الناس وإيصال الحقيقة إلى الجميع، أن المخططات التي تحاك ضد المتظاهرين وضد ثورة تشرين هي لهدف إسقاطها وتدميرها. موضوع الإقليم أقاليم اللي طلع هذا هو جزء من المخططات المستمرة مثل ما قال السيد صدام، وهي حقيقة استمرار لتسقيط وضرب الثورة للقضاء عليها، محاولة الأقاليم واتهامات تطلع من الحكومة بشتى الأنواع، شباب عمرهم 15 إلى 25 سنة يتهمون بالبعثية، هو الشاف من حزب البعث، وغيرها 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 طبعا من تهم، وطبعا محاولة إثارة الفتن الطائفية واللعب على هذا الوتر وغيرها من محاولات تبوء بالفشل الحمد لله. وهذا دليل على وعي الشارع العراقي الآن، وصل إلى مرحلة لم يعد يصدق هذه الألاعيب وهذه المحاولات الفاشلة، ولذلك يستمر الإصرار على استخدام وسيلة القمع السلاح والحديد والنار، لأنه كل الأدوات الأخرى التي تملكها السلطة هي أدوات أثبتت فشلها، وبالتالي الوسيلة الوحيدة التي لا تزال تعتمد عليها سلطة المنطقة الخضراء هي وسيلة السلاح. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعتقد أنها يمكن أن تسكت شعب بالملايين بهذه الطريقة. أبو حسين من الرمادي تفضل. عفوا. نعم السلام عليكم. أبو حسين تفضل، حياك الله، تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحيي أخوي صدام من أهلنا بالديوانية. نعم. على 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 كلمته اللي يقول إحنا نرفض الأقاليم. نعم. إحنا وياهم نرفض الأقاليم، وهاي المؤامرات اللي جاية تنحاك من قبل دولة العملاء الإيران وغير إيران هاي مرفوضة جملة وتفصيلة. نعم. وإحنا عراق واحد موحد، وإحنا أيدينا بيدهم. أهل الرمادي والتكريت والموصل وكل الشعب العراقي وياهم، ترى قلوبنا وياهم، وإحنا يجب أنه محاسبة ذولا العصابة اللي جتنا من إيران هاي الأحزاب، والأحزاب جاي تغطي على جرائمها وبواقها وثروات البلد اللي طلعوها برا، وهاي المشاكل تغطون على على المصايب اللي باقوها أموال الشعب العراقي برا. نعم. وإحنا الناشد الشيوخ العشائر الشرفاء بيهم غيره، شيوخ القبائل أن ينتبهون على البلد هذا، إحنا عراقي بلد محمدي، إحنا عرب، إحنا لا عجم ولا إحنا فرس، إيران تنتفع عنا، إحنا بلدنا هم بلدهم، إحنا من دزونا هاي الذيول وجابوها علينا، كرفتوها علينا وجابوها، إحنا بيش بيها العراق ابتلى، وإحنا ناشد الأمة العربية بالكامل أن يساندون الشعب العراقي، إحنا العراق جمجمة العرب. نعم. وإحنا كنا واقفين بجا إيران ومحامين الأمة العربية كلها. نعم. ليش يتخلون عن الشعب العراقي؟ هاي الدول العربية. نعم. وأنا أتمنى من الله أن يعودوننا إن شاء الله الجيش النظام السابق قياداته ويخلصوننا من إيران وأتباع إيران. شكرا لك يا أبو حسين من الرمادي، أعتذر منك، لدينا الكثير من المتصلين ينتظرون وضحة الفكرة. أبو شاكر من ديالة تفضل يا أبو شاكر. فقدنا الاتصال مع أبو شاكر من الديالة. أبو عمر من النجف تفضل. أبو عمر من النجف، سيد أبو عمر هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع أبو عمر أيضا. رحيم من الديالة تفضل يا رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمة على شهدائنا. نعم. والنصر للعراق إن شاء الله. نعم. وللمجاهدين لا سيما القادة. نعم. القائد المهندس والقائد قاسم سليماني. طيب انت ترحمت على يا شهداء رحيم؟ خلاد الجنة. رحيم انت ترحمت على يا شهداء قبل شوية؟ شهداء المقاومة وشهداء العراق. يا مقاومة، مقاومة الإسلامية في كل أنحاء أرجاء الدول الإسلامية. قاومت منو هاي المقاومة؟ مقاومة الإسلامية شحت، يعني عربي لو كردي. قاومت منو؟ قاومت منو؟
مقاومة ضد الاحتلال الأمريكي وضد الوهابية وضد كل من يريد السلام. رحيم رحيم، تدري أنت بالمعارك اللي صارت ضد داعش، تدري إنه الأمريكان هم اللي كانوا حامين هاي المقاومة مالتك بالجو؟ قدنا الاتصال. رحيم من ديالة، أحد الأصوات طبعا اللي معروفة تتبع اليمن، وهو رجل كشف عن نفسه. طبعا المقاومة، ما يفعل بالعراقيين الآن في ثورة تشرين هو على يد الميليشيات التي تقول نحن جهات مقاومة للاحتلال أو جهات مقاومة إسلامية، هكذا تصف نفسها. ما يفعل بالعراقيين الآن على يد ميليشيا العصائب، ما ارتكب من مجزرة في السنك في بغداد على يد ميليشيا العصائب، غيرها طبعا أو غيرها من انتهاكات وجرائم ارتكبت في محافظات جنوب العراق التي تشهد تظاهرات على يد ميليشيات مثل الخراساني أو حزب الله أو العصائب أو غيرها. منظمة بدر طبعا من بداية التظاهرات كانت تقنص المتظاهرين في مكاتبها وفي الأماكن التي تمثلها مكاتب الأحزاب. طبعا كان على يد هذه العناصر التي تقول أو هذه الجهات التي تصف نفسها بأنها مقاومة. وقاسم سليماني وفق ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق للمخابرات الإيرانية السرية تقول كان يدير العراق، يعني شخص جاي من برا إرهابي دولي مصنف يدير الشؤون العراقية ويتحكم بالقرار العراقي. ورحيم من ديالة يقول عليه شهيد ومجاهد وما أدري شنو. طيب روح الإيران حضرتك، هذا إيراني، روح الإيران، شو عندك باقي بالعراق؟ العراق لا يقبل هؤلاء ولا يقبل من يؤيد هؤلاء أيضا. من معنا؟ السيد أبو شاكر من ديالة، تفضل أبو شاكر. أبو شاكر من ديالة، هل تسمعني؟ غير جاهز للاتصال مع أبو شاكر. أبو حوراء من النجف، تفضل يا أبو حوراء. السلام عليكم، شلونكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، الله يحفظكم. حبيت أشارك وياكم. تفضل، كل الهلا. وأقول هاي الحكومة برمتها من رئيس وزرائها إلى كلها كلها متفقة على قتل المتظاهرين مع كل الأسف يعني. نعم. مع كل الأسف يعني. نعم. يعني هاي الحكومة هي اللي تريد تقتل شعبها. نعم. مع كل الأسف، أقول مع كل الأسف، هو الحية الكبيرة هو رئيس الوزراء اللي موجود حاليا. يعني هل فعلا يا أبو حوراء هو اللي يسوي هذا الشيء، ولا هو يدار ويؤمر أنه يسوي هاي الشغلات وهاي الأمور وهاي التعليمات اللي تصدر بقتل الناس؟ هو 100% مشترك، كل الموجودين مشتركين في قتل المتظاهرين مع كل الأسف. نعم. سيد أبو حوراء، يعني أكو بالسلطة حاليا يعتقد البعض أنه من السياسيين أنهم لن يحاسبوا، وإلا ليش يستمرون بهاي الانتهاكات؟ يعني هل فعلا يعتقدون أنهم ما راح يتحاسبون ولذلك مستمرين بسفك دماء العراقيين بهالطريقة؟ ماك واحد ما يتحاسب، إذا ما تحاسب بالدنيا يتحاسب بالآخرة. نعم. الحساب جاري كل واحد، أشوف المجرمين من صار أعوام وسنين. نعم. كلها تتحاسب، ماك واحد ما يتحاسب. نعم. فهاي الحكومة الفاسدة وعلى رأسهم عادل كلها تتحاسب إن شاء الله. نعم. وأنا أشكركم. شكراً. على هذا البرنامج يعني. شكراً يا أبو حوراء، كل الهلا، شرفت، حياك الله. طبعاً مشاهدينا، بس نقول الرحم من ديالة حتى لا ننسى المهندس اللي أبو مهدي، المهندس اللي كان يترحم عليه رحيم، طلع بفيديو يتحدث به ويقول انه لما كانت تتوقف عندنا عمليه او نلاقي صعوبه بعبور منطقه بسبب وجود تنظيم الدوله في العمليات اللي شاركوا بها ابو مهدي المهندس والميليشيات، قال كنا نخابر بعمامنا او جماعتنا هم اللي ينقذونا، الطيران الجوي الامريكي بقياده الولايات المتحده التحالف الدولي، كان هناك تنسيق بين هؤلاء، لا احد يضحك على بعض ويقولون المقاومة والمقاومة، الأمريكان بقواعدهم منتشرين بالعراق، إيش سوت الميليشيات؟ ما الذي فعلته الميليشيات؟ وما الذي تستطيع أصلا هذه الميليشيات أن تفعله؟ شخص وثائق مسربة تكشف أن قيس الخزعلي لما كان معتقل عند الأمريكان أعطى معلومات حتى عن قاسم سليماني، حتى عن أبو مهدي المهندس، يفتنون على بعض وجواسيس على بعض
ومجموعة من القتلة والمجرمين واللصوص يدخلون في العراق على هيئة مقاومة، وأكون مغفلين للأسف يصدقون بهم ويتبعهم. من معنا الآن؟ أحمد من بغداد، تفضل. أبو أحمد من بغداد، شلونك أبو جاسم؟ الله يسلمك، حياك الله أبو أحمد، أهلا وسهلا. طبعا انت وياي جاي احكي وياك، انا من اهل الشعليه من قطاع السابع قرب جامع موسى الكاظم. والنعم منك، الله يحفظك. انا ارد على هذا الذيل، الذيل ابن الذيل هذا. لا لا بلا تجاوز، بلا تجاوز يا ابو، بلا تجاوز يا ابو احمد رجاء. لان هذا لو عنده ذره قيره وعنده ناموس ما يصرف في الكلام هذا. نعم. يقول لك الشهداء وشو، والله يقول هذا عراقي ابو مهدي، بس هذاك ايش سوى بينا؟ ما سوى يا عمي، ايش عمل بينا؟ نعم. زين، بس مع الاسف يعني مع الاسف وصلنا لهالحد هذا، ووصلنا على ايش امور. ان شاء الله ان شاء الله الثوره قائمه، وان شاء الله منتصرين يا ابو جاسم. نعم. واحنا نريد دعمكم، وان شاء الله ما مقصرين انتم ويانا، وان شاء الله ما حد يفرقنا بعد. ليش؟ ان شاء الله ازمه طارت مال السنه ومال الشيعة، ان شاء الله ماكو فرق بعد. احنا رمادي ونجف وكربلاء وتكريم، ان شاء الله واحد ان شاء الله. اما بخصوص التظاهرات ابو جاسم. نعم. وياي؟ نعم وياك. بخصوص التظاهرات ان شاء الله هذول الله سبحانه وتعالى ينعلهم بالتاريخ. ابو القلع شلع، العامري، المالكي، عمار، ان شاء الله ان شاء الله. وانا جاي احكي لك من اهل الشعله طبعا، وثلاث ارباع الشعله واغلبيتها يعني 90 فوق 90% مع الحق ضد الباطل. الله وكيلك. ضد هاي الاحزاب العميله الفاسقه. نعم. اللي باعت عرضها وعرضها وشرفها للايران. نعم. ابو احمد انا اشكرك، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد أبو نوري من نينوى وآخر المتصلين بعد ذلك فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل. أبو نوري تفضل، حياك الله. أبو نوري من نينوى، السيد أبو نوري موجود؟ طيب، نقرأ مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت الرسائل الواردة على الواتساب الخاص بالقناة. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. الأول طلع ذيقار بشهداء، ذيقار مو عاصمة، هي عاصمة الشجعان. إحنا أهل الغيرة والكرم، الله يرحم الشهداء، كلنا أخوة، وكلنا مرجعنا الدين هو الإسلام، وندعو أخوتنا المتظاهرين وندعمهم بالتمسك، إن شاء الله نفوز. شكرا يا عبد الخالق. رسالة تقول: نصار ياسر من البصرة، من بعد 2003 لحد الآن ما شفنا رئيس وزراء بخير، كلهم مجرمين وقتلة. حكومة من صارت بها عمايم فشلت. رسالة تقول: أفضل وأجرأ خطاب سمعته منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول من تشرين الأول حتى الآن، أرسل مقطع فيديو غير متاح تشغيله. لدينا رسالة من سيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد، الأحداث من الجمعة للآن تشير إلى أن التظاهرات والثورة تستمران بالثبات على المواقف وعدم الانجرار وراء الأحزاب. الثورة تنتصر وتحقق أهدافها، إرادة أبطال تشرين الحق والقيم والعدل رغم سقوط أعداد الشهداء والجرحى كلها بتزايد بسبب القمع المستمر، ستطرد ذيول الشر إلى غير رجعة. الرحمة والخلود للشهداء الأبطال، والنصر لأبطال تشرين الحق والقيم والعدل في العراق. شكرا جزيلا. رسالة لدينا تقول: إذا ما نقاطع إيران ويجينا واحد وطني وشريف ما يصير لنا أي شارة، بغداد متروسة أحزاب الإيرانية أكثر من العراقيين. للأسف الشديد طبعا هذا هو واقع الحال في العراق بعد 2003، أصبحت المؤسسات حكومية تدار من إيرانيين، سجون تدار من إيرانيين، حتى القنصليات الإيرانية المنتشرة في العراق هي فيها أجهزة مخابرات وفيها أفراد من المخابرات الإيرانية وعمليات قمع، وهي أيضا نوع من أنواع السجون والمعتقلات، ولذلك تم استهدافها من قبل المتظاهرين في كربلاء، وهي أكبر إشارة مدى معاناة العراقيين من إيران. إيران هي سبب ما يحدث في العراق. نعم، الأساس هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي جاءت بهذا المشروع بإيران وبهذه الأحزاب، لكن
من فعلا آذى العراقيين كثيرا هي إيران وأدواتها والميليشيات التي جاءت بها إلى العراق. هذه الشخصيات وهذه النماذج هي التي دمرت العراقيين. كل طرف في العراق يمتلك فصيل مسلح يسمي نفسه حزبا سياسيا أو حتى لو حزب ديني وعنده فصيل سياسي وفصيل مسلح، هم مشاركون بقتل العراقيين لأن هؤلاء هم الذين يحكمون العراق. مشاهدينا، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.